ان هو بلاستيك يا نهار اسود يا جدع. ده مغزى حمو، ده مغزى حمو. اقطع يا ابني الفيديو، اقطع الحته دي حبيبي حمو. اللابتوب ما تخافش يعني، هو صيني ما بيتكسرش فعلا. يا نهار اسود، معلش حمو معلش. عزيزي ابو المكتشفين الغالي اللي دايما بيطلب مني اني اعمل له ريفيو على لابتوب، وانا دايما برد عليه انا مش هحس ان اللابتوب دي حاجه اختراع للشغل للعب للحاجات العظيمه قوي، لكن هي اختراع للتنقل للحاجات الخفيفه، لمهندس كده عايز حاجه كده تشد معاه في الكليه، لدكتوره اموره جميله محتاجه ان هي حاجه تساعدها في الكليه بتاعتها او في دراستها. عشان كده النهارده ان شاء الله هنراجع الايديابات 510 من شركه لينوفو، لابتوب متوسط الفئه لكل حد محتاج لابتوب يكون قوي نسبيا معاه. عيد فطر سعيد وكل سنه طيبين، ويا ربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وقبل ما نبدا الحلقه عايز اشكر صديقي واخويا محمد رمضان اللي وفر لنا اللابتوب ده عشان نعمل له مراجعه في الحلقه بتاعت النهارده. ومن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقة جديدة على قناة كتشف العالم اللي هنعمل فيها ريفيو للينوفو ايديابات 510. لو بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم كده بمواصفاته، فاللابتوب بيجي بروسيسور الكور اي 5 الجيل السابع 7200 يو. حط من الخط تحت حرف اليو، ده حرف اليو جنب البروسيسورز معناه ان هي فئه اقتصاديه جدا وموفره جدا علشان يبقى مناسب لللابتوب والكهرباء والمذر بورد بتاعت اللابتوب. لو انتقلنا بقى للرامات، فالجهاز بيجي برامات 8 جيجا دي دي ار 4. ولو انتقلنا لمساحات التخزين، فهو رسميا بيجي بهارد ميكانيكي 1 تيرا ب 5400 لفه في الدقيقه وبس كده، شكرا. وهو ما فيش غيره وما ينفعش تركب غيره لانه بيجي بمنفس واحد. ولكن انا عملت تركيه انا وزميلي محمد، ده حولنا الدي في دي او مكان الاسطوانات حولناه لمكان يقدر يشيل كمان هارد، فبقى عندنا هاردين، واحد ميكانيكي اتش دي دي 1 تيرا 5400 لفه في الدقيقه، واس اس دي 480 جيجا من كروجل. بالنسبه بقى لكارت الشاشه، فهو نيفيديا جي فورس 940 ام اكس 2 جيجا دي دي ار 3. واما بالنسبه للشاشه ذات نفسها فهي 15.6 انش، و تيجي بدقة 1920 في 1080 بأبعاد 16 ل 9 اللي هي يعتبر أفضل أبعاد أنا شايفها من وجهة نظري في السوق حاليا. اللابتوب ده جيش المكتشفين بصراحة كده عشان ما جبتها لك على بلاطة يا صاحبي، فاللابتوب ده من الآخر كده لحد مش عايز شغل، حد مش عايز ألعاب، تمام؟ لأن طبيعي أي حد عايز شغل وعايز ألعاب عالية، مش شغله ألعاب وخلاص، لا شغله ألعاب عالية، طبيعي يا إما هيروح للابتوب جيمنج ب 30-40 ألف، يا إما هيروح لتجميع البي سي في حدود ال 10,000. لو أنت جبت هارد ميكانيكي بس، يعني اشتريت اللابتوب ده بهارد الميكانيكي اللي جاي معاه، حرفيا هتبقى تجربة أداء سيئة جدا، تمام؟ فلازم تجيب الإس إس دي علشان الكلام اللي إحنا بنقوله ده صح، لأن إحنا مجربينه ده مجربينه على الإس إس دي مش على الإتش دي دي. لان الاس اس دي في الجهاز ده يعتبر المنقذ، يعني عايز اقول لك ولا البروسيسور كويس ولا الرامات يعني تعتبر مقبوله ولا كارت الشاشه ينفع، فالحاجه الوحيده اللي تنقذ الجهاز ده من البطء الشديد اللي هو ممكن يبقى فيه هو اس اس دي محترم من شركه كويسه. عندك مثلا عايز ادوبي فوتوشوب يشتغل اوكي على الخفيف كده اهو، وبالحب يعني يشغل لك ادوبي بريمير 2015 في الحدود دي، ولو عايز مثلا بلندر كده شغل خفيف، لكن لو شغل تقيل ببلندر ما ينفعش. يعني مثلا لو انت بتتعلم، هقول لك انا هجيبها لك من الاخر، لو انت بتتعلم فوتوشوب بلندر ادوبي بريمير حاجات كده مجرد بس تعلم، انت محتاج حاجه منصه تطبق عليها عشان ما تنساش ان انت بتتعلمه ده، فاللابتوب اكيد ده افضل حل ليك، تمام؟ اي نعم مش هتبقى بتطبق على حاجات عاليه قوي، ولكن يعني ها يفي بغرض شويه، وبقى شغل الاكسل والوورد والحوارات دي كلها زي الفل معاك، ولكن برضه ما تعليش يعني. والله برضه لو انت عايز شويه جيمز كده مثلا ايه اللي هي شويه العاب حلوه خفيفه حنينه زي الفل، الراجل مش هيقول لك لا يعني. أصوص أبو المكتشفين، أنت طالما جايب لابتوب فأكيد أنت واحد مثلا مش هتجيب لابتوب عشان تفضل 24 ساعة بتلعب عليه، أكيد مثلا أنت راجل مثلا بتتعلم أو بتاخد كورسات على اللابتوب ده وعايز تحمل كام جيم كده خفيف تقعد تلعبه في وقت فراغك مثلا في مواصلات أو حاجات خفيفة كده، لكن ما تدخلش في حاجات تقيلة بقى، ما تخبطش في ذا ويتشر 3 ولا في فار كراي 3 لأنك حرفيا هتتهبد رقم في وشك
هيجيب لك من الاخر ايه ده؟ زي عندك مثلا النظاويتش السريع على اقل اعدادات لو اللو يا مؤمن شغاله من 10 ل 20 فريم. دي كارثه، دي مصيبه سودا معلم. عندك لعبه شبه فار كراي 3، لعبه قديمه بس الجرافيك بتاعها لسه شبابي، ومن الرغم من كل ده ما اشتغلتش الا على 30 فريم على اقل اعدادات او الاعدادات الميديم كمان، وحرفيا اللابتوب كان بيموت مني، يعني كان بيوصل درجه حراره 80. ودي النقطه اللي هتقودنا بقى للحاجه اللي بعديها. ايه هي يا يوسف؟ اتحفني. اول حاجه الشاحن بتاع اللابتوب ده بيسخن جدا عشان احنا في الصيف، ولكن اعتقد انه في الشتاء مش هيسخن قوي، ولكن بصراحه في الصيف الشاحن بتاعه بيبقى مولع حرفيا. تاني حاجه البطاريه بتاعته بتقعد حوالي 3 ساعات لو انت راجل كويس كده وبتستعمل استعمال محترم ابن ناس، ولو انت برضه راجل كويس انت طول عمرك راجل محترم، بس لو انت بقى بتستعمله استعمال غبي سيكه فبالتالي هيقعد معاك حوالي ساعتين ساعه ونص كده والله اعلم. طب يوسف بيشحن في قد ايه؟ بيشحن في حوالي ساعه ونص ساعتين. طب يا يوسف البطاريه فين؟ احنا مش واخدين بالنا. البطاريه بتاعت اللابتوب ده هي بطاريه بيلت ان، يعني بطاريه ما ينفعش تخلعها، ودي انا شايفها اكبر عيب تقريبا في اللابتوب، لان باختصار لو البطاريه باظت مش هتروح تلغي صاحبك اللي لسه متخرج من قسم حسابات ومعلومات بقرشين هيجيب لك بطاريه، لا يا زميلي ده هيبوظ لك الدنيا ولازم تروح بالتوكيل. وكالعاده في اي لابتوب، عشان كده انا بكره اللابتوبات، التبريد مش على قد كده، ولكن طول ما انت راجل محترم بتستعمله في برامج ما تهدي يا وليه في ايه، لكن طول ما انت يعني بتستعمله في حاجات بسيطه كده ومش هلكه معاك، بتستعمله على اساس ان هو لابتوب، مش جايب لابتوب محسسه ان هو تجميع بي سي ب 20,000، فالتبريد هيبقى معاك ممتاز ودرجات الحراره هتبقى مستقره، ولكن لو ضغطت عليه زي ما انا ضغطت عليه كده في العاب غبيه ولا هيديك اداء، ثانيا التبريد هيروح في داهيه، ثالثا درجات الحراره الله يرحمها. ولكن نقطة إيجابية حلوة قوي في اللابتوب ده، وهو إن مهما الصوت بتاع المراوح يعلى ومهما درجة الحرارة تعلى أنت مش هتسمع لها حس. بالنسبة بقى للمنافذ فهو بيجي بثلاث منافذ يو اس بي، اتنين يو اس بي 3 اللي هو الأزرق الحلو ده اللي أنت بيبقى سريع معاك، وواحد يو اس بي جين 2 اللي هو الجيل التاني اللي هو بيبقى لسه درامادي اللي إحنا عارفينه عادي يعني، وبيجي بمنفذ سماعة، منفذ واحد بس سماعة، وبيجي بمنفذ قارئ لكارتة الميموري، بس كارتة الميموري الكبيرة مش الصغيرة، هبقول لك الحوار ده بعدين، وبيجي بمدخل اتش دي ام اي مدخل فيجا في حين إن أنت عايز تستعمله على بروجيكتور أو على شاشة أكبر، وكمان بيجي بمنفذ اللان بحيث إن أنت لو مش عاجبك الواي فاي أو في مكان كان الراوتر فيه بعيد، وكمان الشاشه بتاعته بصراحه عظمه عجبتني جدا يعني. الصوت بتاعه يعني حلو، مش هقول لك جبار، ولكن حلو اللي هو يعني يا دوبك بس يسمعك، يعني لو عليت الصوت على الاخر يسمعك مثلا لو انتوا قاعدين بتتفرجوا على فيلم يسمعك انت واسرتك او انت واصدقائك، ولكن ما تفكرش بقى ان هو الصوت جبار او جوده الصوت عاليه، تمام؟ هو سماعه زي اي سماعه، زي سماعه الموبايل عندك كده حلوه، بس مش لدرجه ان هي تسمع الشقه كلها مثلا، فخد بالك من النقطه دي. كمان عيب ابني اللهم اني صايم. كمان نقطه سلبيه جدا في اللابتوب ده ان هو بلاستيك يا نهار اسود يا جدع، ده مؤاخذه حمو، ده مؤاخذه حمو، اقطع يا ابني الفيديو، اقطع الحته دي حبيبي حمو، اللابتوب ما تخافش يعني هو صيني ما بيتكسرش فيها، يا نهار اسود معلش حمو معلش. المهم نرجع لكلامنا، الخامات كلها بلاستيك بصراحة، ودي حاجة أنا مش حاببها خالص، وخصوصا كمان إن هو بيسخن قوي من تحت، يعني حرفيا كنت قاعد بلعب أول ما شلته وحطيت إيدي على الترابيزة لقيتها سخنة جدا، تمام؟ فخد بالك من الحكاية دي، ولكن حتة البلاستيك دي ما تعتبرش سلبية كبيرة سيكا، لأن فيها ميزة حلوة كده أهو، هي دي اللي يعني ها سيكا برضو يعني، وهو ان كل فتحات التهويه بتاعت اللابتوب من تحت كتير، يعني في هنا اهو فتحات تهويه وهيت سينك كبيره على مدار اللابتوب من تحت، وفي فتحات تهويه هنا اهو، هي مش كتير قوي، انا عارف ان في اكتر، يعني انت عندك ما شاء الله الام اس اي الجيمنج حوالي كل الحته دي كده اهو، مراوح وهيت سينك وحوارات يا رب. طيب يا سيدي بعد ما كفرتنا في اللابتوب بقى وزهقتنا فيه، يا ترى سعره كام؟ اللينوفو ايدياباد 510 هو سعره مستعمل مش جديد، لان مفيش منه جديد، هو النسخه اللي معايا دي، النسخه اللي معايا وركز قوي، في حدود من 7000 ل 7000 ونص. طب انت ليه يا يوسف بتقول لي النسخه اللي معايا يا ولية مهدي بقى في ايه ياما، خلاص فاضل دقيقه الله. طب انت ليه يا يوسف بتقول ان هو نسخ ومش نسخ؟ لان انت ممكن بل اكيد مش ممكن لا بل اكيد هتلاقي اللابتوب اللي انت هتشتريه هتلاقيه هارد ميكانيكي بس ومفيش اس اس دي وحاجات كتير قوي، فممكن تلاقيه
في حدود 6500 مثلا او 6300 في الحدود دي لو هي نسخة المصنع يعني تفهمني. لكن لو بالتعديلات اللي احنا عاملينها دي مزودين هو المفروض نسخة المصنع ان هو يبقى نفس البروسيسور رامات 4 هارد ميكانيك 1 تيرا اتش دي دي وكارت الشاشة الجي فورس 940 ام اكس ال 2 جيجا دي دي ار 3 تمام. ده المصنع يعني. لكن الاضافات اللي انا عاملها انا ومحمد هو ان احنا ضايفين الرامات مخليينها كمان رام 4 جيجا دي دي ار 4 عشان تبقى الرامات كلها 8 جيجا دي دي ار 4 وضايفين اس اس دي. عشان كده بقول لك هتلاقيه في حدود 6300 6500 ولو انت عايز ان انت فعلا تحصل على اخره يعني تجيب اخره حرفيا هتجيب له الاس اس دي والرامه الاضافيه دول هيبقوا في حدود ال 7000 ونص كده تمام. فبالتالي هو عشان المستعمل ما قدامكش غير حلين يا اما تنزل في اقرب سوق كمبيوتر محلي عندك تقعد تدور عليه وتاخد بالك من النسخه لان ممكن يكون التاجر نقص حاجه او الله اعلم ممكن يكون مزود حاجه على المواصفات اللي احنا قلناها وكمان تاخد بالك من حته ان هو مستعمل فيا اما تشتريه من سوق المستعمل عندك سوق الكمبيوترات المستعمل في منطقتك يا اما تدور بقى على زميلك على اوليكس على فيسبوك ماركت بليس تشوف مكان بيبيعوا فيه مستعمل وتشتري فيه اللابتوب. بس كده شباب دي كانت نهايه حلقتنا. استنى يا عم رايح فين؟ اعمل لايك وشير الفيديو مع صحابك واعمل سبسكرايب او اشتراك من الزرار الاحمر الحلو اللي شبه البطيخه اللي تحت الفيديو ده وفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي جايه وشيره مع صحابك خصوصا الدكاتره والمهندسين والناس اللي محتاجه لابتوب بيكون يعني يشد حلو معاهم شويه. واكتب لي رايك في الكومنتات واي حاجه تقف معاك اكتبها لي برده في الكومنتات. ما تنساش تتواصل معانا على الفيسبوك رابطنا في الوصف برده. اشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. كان معاكم يوسف نصر في امان الله.